بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي هنشرح مع بعض في تطبيق الـ ASC Timetable، التطبيق الخاص بعمل جداول مدرسية إلكترونية للمدرسين المعلمين السادة الأفاضل والطلاب والفصول والشعب الدراسية، الغرف الدراسية، المواد، كل شيء، جداول المجمعة بتاعت الإشراف، لوحات تعلق على الحائط. المهم كل التفاصيل دي في تطبيق الـ ASC Timetable. النهاردة معادنا مع معلومة يكثر السؤال عنها، وهي تثبيت البطاقات وتثبيت الخلايا، تثبيت النطاقات، تثبيت حصص معلم معين. أنا عايز لما أعمل إنشاء جدول يعني المعلم الفلاني او الحصة الفلانية تفضل ثابتة في المكان ده، لا تتحرك منه مهما حصل تغيير في الجدول. الحصة دي في المكان ده في يوم الاثنين مثلا، الحصة الرابعة مادة كذا، تفضل هنا مهما، لان المعلم ده مثلا عندي منتدى بيومين، وهي يعني هو معايا في المدرسة تعليم اساسي، هو تحت الجدول بتاعه كامل، في حصة فاضية بس اللي هي الخامسة والستة، عايز احطه فيهم الفترة بتاعته في المكان ده واثبته على كده. او المعلم ده مطلوب ان هو الحصص بتاعته تكون في المكان ده، او الجدول بتاعي خلاص انا راضي عنه بالطريقة دي، الاستاذ فلان وفلان وفلان، وعايز اغير بقية الناس او اعدل فيهم، بس دولت خلوهم زي ما هم كده، اثبت البطاقات بتاعتهم ازاي. شرح كل مهارات التثبيت في الفيديو الحالي. ندعوكم في البداية اشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس التنبيهات. جرس التنبيهات البيل اللي بيظهر بعد سبسكرايب ده، لما تضغط عليه فيه ميزة كويسة خالص، ان ممكن احنا في المستقبل ان شاء الله نعمل فيديو يعني يكون مميز، سلسلة تكون مميزة لا يراها الا العضو المشترك في التنبيهات، في جرس التنبيهات. فلو حضرتك مشترك في جرس التنبيهات للقناة الحالية بتاعتنا ديت، فممكن ان شاء الله يكون فائدة بالنسبة لك وتميز عن غيرك من الاعضاء الكرام، فحاول ان انت تتابعنا دايما في كل ما هو جديد. نبدأ على بركة الله. انا عاوز الفصول، لا انا هروح للمعلمون، الى المعلمون، اهوت قائمة المعلمين عندي. طبعا المدرسة بتاعتي او الجدول اللي احنا شغالين عليه جدول بسيط خالص، يعني بنشرح عليه بس. مثلا الاستاذ عبد الحي ده الجدول بتاعه كده يعني كويس، انا عاوز اثبت الحصة دي في مكانها، ما تتحركش مهما حصل تغيير في الجدول. بروح على الحصة دي اللي هي دي، واضغط كليك يمين وبختار حاجة اسمها قفل او قفل، اللي هو تثبيت، اللي هو ايه؟ تثبيت. لما تعمل لها تثبيت هيظهر شرطة صغيرة تحت هنا كده، تعال نشوف تحته محمد معروف اهوت، ناخد دي كده ونعمل تثبيت اهي قفل، ظهرت الشرطة الصغيرة دي. انا هعمل زوم عشان الناس تشوف، ماشي. طيب دي فيها تثبيت، البطاقة دي والبطاقة دي فيها تثبيت، مهما حاولت تغير الجدول وتعمل انشاء جدول جديد وكده والبطاقات كلها تتغير، الا الاتنين دول مش هيتغيروا من مكانهم، تمام. طيب ازاي احذف التثبيت ده او الغي التثبيت ده واسيب اخلي البطاقتين دول متحركتان زيهم زي اي حصتين في الجدول لما اعمل انشاء للجدول يتغيروا معاه؟ كليك يمين على الحصة كده واعمل الغاء القفل اهوت، او الغاء التثبيت، هي طبعا مكتوبة الغاء القفل او القفل، ماشي. كده خلاص البطاقات دي زيها زي اي بطاقات تانية. طب هل انا ينفع اثبت واعمل قفل لمعلم بنفسه كل البطاقات بتاعته من غير ما اعد كده بطاقة بطاقة؟ يعني مثلا عنده، يعني مثلا محمد عطالة ده عنده حصص كتير، اقعد الف بقى على كل حصة كليك يمين كليك يمين وقفل كده كده مثلا؟ لا، انا هروح على المعلم نفسه من هنا، احدده من هنا كده، وبعدين اضغط كليك يمين على المعلم وامشي مع القائمة دي، هلاقي فيه هنا قفل الصف. اعمل قفل للصف ده، بتضغط كده بيعمل قفل للصف الحالي. انتبه ان كل الحصص بتاعته بقى عليها الشرطة ديت الصغيرة الصفراء، اللي هي في طبعا الحصص بتاعته صفراء اهيت اللون الاصفر، الشرطة الصغيرة دي، تمام. ده بالنسبة لقفل الصف. طيب عايزين نرجع في قفل صف هذا المعلم، نحرره تاني، نعمل في قفل الصف اهوت الغاء قفل الصف، القفل ده نعمله الغاء،
ماشي كده من هنا. طب هل يمكن تثبيت او قفل، ان احنا نعمل قفل كده او تثبيت لبطاقات اكتر من معلم في نفس الخطوة؟ ايوه طبعا، عبد الحي ده ومحمد معروف ومحمد خليفة مثلا، التلاتة دولت. ادي واحد اتنين، اضغط ازاي؟ اضغط على اول واحد وشيفت واروح لاخر واحد، او كده او كده او كده، كل دول مع بعض همت مجموعة معلمون وانا ضغط على زر شيفت من لوحة المفاتيح، وبعدين كليك يمين هتظهر لي القايمة اهيت، كليك يمين ظهرت القايمة وهم متحددين اهو، واعمل قفل الصف كلهم حصل للبطاقات بتاعتهم من هنا كده، قفل يعني تثبيت مش هتتحرك من مكانها. طيب هل المعلمين دول لو مش ورا بعض، تعالى نلغي القفل ده او التثبيت ده لهم من هنا، الغاء قفل الصف اهيت. لو المعلمين دول مش ورا بعض، يعني مثلا عبد الحي، واضغط كنترول من ريحة المفاتيح عشان تحديد اجزاء متباعدة، واختار مثلا استاذ محمد خليفة والاستاذة مثلا دعاء والاستاذ محمد الدقدوقي، يعني ها مجموعة مختلفة متباعدة من المعلمين الافاضل، واضغط كليك يمين واختار قفل. حصل كده في قفل او قفل ده لكل العناصر اللي هي المختارة المتحددة دي، تمام. وبعد كده بعمل الغاء للقفل لو عايز تعمل الغاء. طب هل يمكن عمل قفل لكل او تثبيت لكل بطاقات الجدول بحيث ما يحصلش فيها لعبة خلاص كلها كلها؟ ايوة، اختار اول معلم عندك وشفت وروح على اخر معلم عندك، كده انا حددتهم كلهم كده، الكل تم تحديده. وبعدين كليك يمين في اي مكان على التحديد ده واعمل قفل الصف. هو كده هيعمل قفل لكل الصفوف او تثبيت لكل بطاقات. بص كده معايا في الجدول كل البطاقات تم تثبيتها، يعني الشرطة الصغيرة اللي تحت دي انها متثبتة كده مش هتتحرك من مكانها ابدا، تمام كده. طيب نلغي القفل بتاع الجدول كله ازاي؟ حدد كله من فوق خالص وبعد اعلى اعلى واحد فيهم، وبعدين اضغط على شيفت واخر معلم في المعلمين، وبعدين كليك يمين او اخر بيان في الجدول في اخر صف، والغاء قفل الصف من هنا كده. كده تم الغاء قفل الصفوف كلها، تمام. كمان يعني شيء مهم نعرضه في الفيديو الحالي، البطاقة زي البطاقة دي كده مثلا تانية أول عند الأستاذ ياسر أهوت، دي لما بشيلها كده من مكانها، انتبه إيه اللي حصل. أهو أنا حطيتها مكانها تاني، ولما بشيل دي من مكانها أهو حطيتها مكانها تاني، لو حركت دي من مكانها في هنا ظهر معايا اللون الأخضر على كلمة ياسر أهيت، واللون الأخضر هنا في الحصة يوم الاثنين في المنطقة دي أهي، يعني تقاطعهم مع بعض هو ده بيقول لي ان الحصه ينفع تتحط هنا. استاذ ياسر فاضي في الوقت ده وفاضي في كمان مشي كده كده كده، فاضي في المكان ده اللي هي الحصه الاخيره يوم الاربعاء، وفاضي في الحصه الاخيره يوم الخميس. مش الاستاذ بس، الاستاذ والفصل، الفصل مش شغال هنا ومش شغال، يعني عادي ممكن تحطها هنا ممكن تحطها هنا ممكن تحطها هنا عادي خالص، ماشي. فكده يعني دي الطريقه اليدويه لان احنا تحريك البطاقات، ويعني انها تتحرك من مكانها وتروح من مكان لمكان تاني. تعال نشوف حد تاني كده، مثلا الاستاذ اسماعيل ده لو خدنا اول بطاقة دي، ها اللي هو البطاقة المزدوجة دي ما ملهاش مكان، ها كله اهو لو خدناها كده كله احمر احمر احمر، ما يسمح ليش ان انا احطها في اي مكان، وعشان هي بطاقة مزدوجة في حصتين هما بس ما ينفعش احطها لا هنا ولا هنا، تمام. فهرجعها مكانها تاني ملهاش غير المكان ده. طيب لو خدنا حصة تانية ولتكن مثلا الحصة عند الأستاذ محمد عطلة اللي هي الحصة دي، قال لي تالتة تاني اللي هي ديت ماشي يوم الاثنين، ما ينفعش غير انها في المكان ده او في الحصة الاخيرة دي، ممكن تحطها في الحصة الاخيرة دي اهو عادي خالص ماشي، او تشيلها من هنا وتحطها له هنا، تمام. ولكن طبعا هنا ظهرت مشكلة ان انا كنت عامل له قيد كده ان ما يتحركش ما ياخدش الحصة الاخيرة في اليوم ده، فيعني كده بتكسر القيود اللي انت حاططها. كلما زادت التعقيدات والقيود كلما زادت يعني صعوبة انشاء الجدول، فحاول ان انت تفك القيود قدر المستطاع، وكمان حاول ان حضرتك يعني لا تعيق الجدول يعني اديله بيانات
الداتا بتاعته انها تكون في المعقول، في المعقول. ما ينفعش ان انت مثلا عندك الحصص كلها في كل الايام سباعية، 7 حصص ماشي، وتروح تديله كل الجدول حصص مزدوجة، زوجية يعني، فترات زوجية. طب هيحط الحصة السابعة ازاي؟ هو حط الفترة الأولى، الأولى والتانية، الفترة البطاقة اللي بعد كده حطها في الثالثة والرابعة، البطاقة اللي بعد كده حطها في الخامسة والسادسة، فاضل عنده حصة مفردة وأنت مديله كل الأنصبة زوجي. ما ينفعش، لازم تدي داتا يعني معقولة، لازم يكون في منطق في استخدام أو في تزويد البرنامج بالبيانات، تزويد البرنامج بالبيانات علشان توصل لنتائج معقولة. طبعا أشكر كل من يتفاعل معنا سواء على القناة بالتعليقات وباللايك والشير وكده، وكل من يتفاعل في جروب أخصائي الإعلام التربوي، أخصائي الصحافة، رؤية خاصة، وكل من يدعمنا بكل وسائل الدعم وبكل الطرق، كل الأعضاء الكرام يعني على الرأس وفي القلب. ندعوكم مرة أخرى للاشتراك في القناة، تفعيل زر جرس التنبيهات، تفعيل زر جرس التنبيهات، مشاركة الفيديوهات دعما لنا، شارك الفيديوهات. السلسلة المباركة ديت الحمد لله بفضل الله سلسلة متميزة يعني على مستوى الوطن العربي بالكامل، كل أقطار الدول العربية تشاهد الحمد لله بفضل الله الفيديوهات. فادعمونا أيضا وشاركوا قدر المستطاع، وانتظرونا دائما في كل ما هو جديد، ونشكر لكم مشاهدتكم الطيبة، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.